السلام عليكم اخوتي دريس دوت كوم فيديو جي ان شاء الله فيديوهات ديال بروميير باكالوريا ولي ما شاء الله غنبدا مع اول فيديو في الاجتماعيات بيسو كنعرفو جميع ماده الاجتماعيات هي ماده اللي غدوز في امتحان الجهوي للمعامل ديالها جوج كدوز اربعه المواد في الجهوي الفرنسيه الاجتماعيات اللغه العربيه والتربيه الاسلاميه كنعرفو جميع الفرنسيه المعامل ديالها اربعه وهي اكثر ماده على المعاملات ولكن بلاي ليست كلها غادي طيش معكم مزيان كاع لي رومو بالدروس ديالهم والملخصات ديالهم وخدمت معكم امتحانات جهوي كل رومو خدمت معكم في جوج ديال الامتحانات الجهوي غتلقى في اللينك ديال الديسكريبسيون البلاي ليست ديال الفرنسيه اللي جامعين فيها كاع الدروس ديال الفرنسيه ديال هذا العام مع الملخصات ديال الرومواج وامتحانات الجهويه لكل رومو ايضا كانت هناك بلاي ليست اخرى خاصه بالتربيه الاسلاميه غادي طايش معكم فيها التربيه الاسلاميه كامله مداخل بخمسه وخدمت معكم فيديو مهارات ديال الاجابه في امتحان وجوج ديال الامتحانات الجهويه بالتربيه الاسلاميه كدنا مع الماده الفرنسيه وماده التربيه الاسلاميه طايناهم مزيان وشرحناهم مزيان ودرنا لهم ملخص ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غنبداو على مولانا مع الماده رقم 3 اللي هي ماده الاجتماعيات حتى هي كي درنا المواد الاولين غادي طايوهم مزيان غنشرحوها مزيان وغنديروا لها ملخصات لكل درس على حده كل اكيد كلمه التربيه الاسلاميه وكلمه الفرنسيه في الاخر ديال الفيديو قيتي راسك حافظ وفاهم مزيان وقادر تخدم امتحانات الجهويه مزيان حتى في الاخر ديال هاد الفيديو ديال الاجتماعيات ان شاء الله غتكون ضابط مزيان الاجتماعيات ولكن قبل ما نبداو هاد السلسله ديال الفيديوهات كان هذا الفيديو فقط تقديم المواد او الدروس اللي غادي نديروهم ان شاء الله هاد العام قبل ما نبدا هاد الفيديو هذا بغيتك تعقل على دي مزيان الفرنسيه كنعرفوا جميع على معامل اربعه وكل شيء كيقول لك امتحان الجهوي ما خدمتش فيه فرنسيه مع العلم ان عنده مواد ثلاثه ادبيين اخرين للمعاملات ديالهم اكثر من الفرنسيه وللفرنسيه اصلا درت لكم فيديوهات ديطايتهم مزيان وشتو الامتحانات الجهوي شحال ولاو كيجيكم ساهلين انا ولا علاقه ما بين انك تقل الفرنسي وانك تخدم في امتحان الجهوي كيقولنا الفرنسيه معامل اربعه التربيه الاسلاميه اللي طاينا مزيان شحال لا على معامل جوج الا زدنا على الاجتماعيات شحال المعامل ديالها جوج هما تساواو ليا المعاملات يعني الفرنسيه ماشي عذر بالنسبه لك الا عندك الفرنسيه هنا غالبا لك التربيه الاسلاميه فراه زدتي الاجتماعيات في الكفادر غادي يتساواو ودرت لكم فيديو اللي طايت مزيان التربيه الاسلاميه حتى من الفرنسيه اللي طايتها معكم مزيان فهاد البلاي ليست هادي ان شاء الله هي غادي طايو الاجتماعيات مزيان غاتمشي امتحان الجهوي ان شاء الله عوال على شي مونسيو عاليه لانك غتكون موجد المواد باربعه ان شاء الله وغتخدم مزيان ان شاء الله اذا هذا كان فقط فيديو تقديمي ولكن بغيت نجاوب فيه على اهم سؤال كيبقى يتعاود كل عام علاش واخا كنحفظوا الاجتماعيات كتنسى لينا الجواب على هذا السؤال هما جوج ديال السوارت عندك الساروت الاولاني طريقه الحفاظه ديالك كل واحد وطريقه الحفاظه ديالو كاين اللي كيشد الملخصات وتيبقى جالس بحال ما هكا كيحاول يدخلو من الاب عينو كيستعمل غير العين ديالو باش يدخل الحفاظه للدماغ ديالو هنا شحال من حاسه كتعتمد عليها حاسه وحده هي حاسه النظر ديالك حاول تستعمل له ماكسيموم د الحواس ديالك في الساروت ديالك هو ورقه والسيلو ملي تكون كتحفظ كتكتب حفظتي مثلا شي فقره في شي درس غتكتبها وانت كتكتبها وانت كتنطقها كتستعمل حتى حاسه الاذن ديالك كل اكيد كل ما كتكثر الحواس كل ما ماشي غير كتحفظ وكتعقل عليها لا كتحفظ دغيا وكي قلت لكم في فيديوهات قبل ديال التربيه الاسلاميه تخيل معايا في الفرنسي فاش كتبغي تفكر شي كلمه بالفرنسي كيفاش كتكتب كتبقى دير هكايا شنو كدير كتحاول تستعمل على شي حاسه اخرى باش تفكر ديك الكلمه كيفاش دايره كذلك في الاجتماعات ملي غتبغي تفكر شي حاجه حيت انت كنتي كتكتب داك الشيء ان شاء الله نهار الامتحان الجهوي ولو تلقى شي تعريف ولا تلقى شي فقره حيت انت كتبتي ديك الفقره بزاف المرات غتلقى راسك عاقل عليها مزيان اذا الساروت الاولاني اللي عندنا هو ورقه والسيلو الا اعتمدتي على ورقه والسيلو في الحفاظه ديالك كون اكيد راه ما غاديش تنسى الحفاظه الساروت الثاني وهذه مهمه بزاف تخيل معايا جيت عندك قلت لك هاك هذه الحاجه كلها وانت ديك الحاجه ما عارفش شنو فيهاش باش معمر انا شنو داير فيها راه مستحيل كذلك الحفاظه انت كتشد الحفاظه ولا كتشد الملخصات كتحاول تدخلهم للدماغ ديالك بلا ما تكون انت فاهم الدرس لاحظت في التربيه الاسلاميه شنو كنت كتقول لي في الكومونتير حفظنا التربيه الاسلاميه في النهار علاش لانك فهمتيها من خلال دوك لي فيديو الساروت ديالك هو الفهامه ما تحاولش تحفظ الاجتماعيات كلمه هي راه ما يمكنش خصني في الاول نفهمها خص الدماغ ديالي بحال كتجي الدماغ ديالك كتعطي واحد الحاجه كتقول لها كلها راه ما يمكنش هو غياكلها وما عارفش ديك الحاجه شنو هي مثلا عندي الحرب العالميه الاولى نمشي نفهم الحرب العالميه الاولى شنو هي نفهم تسلسل الاحداث شنو وقعوا فيها وكا غنسهل على راسي الحفاظه ولكن اكد عليها بزاف كتسهل الحفاظه لان الدماغ ديالك يكون فاهم الحاجه كتجي سهل انه يحفظها ولكن بليز ما تكونش داك النوع ديال التلاميذ اللي تقول لي انا غنمشي معتمد على الفهامه راه لا قارنا التلميذ كيحفظ اوتوماتيك مو التلميذ تيفهم مزيان راه في ماده ادبيه راه اللي تيحفظ احسن من اللي تيفهم راه ماده ادبيه ماشي ماده علميه ولكن كاين واحد النوع الثالث ديال التلاميذ كيغلب هادو بجوج هو التلميذ اللي تيفهم وتيحفظ هذا تيغلب لا لا هذاك اللي حافظ لا هذاك اللي فهم فهم الفيديوهات في الاول مزيان انا في كل فيديو كل درس غنديطاي معاك مزيان الدرس غنشرحه لك مزيان وغنكتب معاك ملخص في الاخر ديال لا فيديو يعني انت غتفهم الدرس مزيان عاد نقول لك اجي نكتبو ملخص لهذا الدرس هذا كون اكيد هكايا نهار الامتحان الجوي الا خانتك الحفاظه غتلقى الفهامه غتنفعك يعني مثلا كما قلت لك مثلا حنا خدينا مثلا درس الحرب العالميه كنهضروا عليه الحرب العالميه الاولى الا خانتني الحفاظه ولقيتها في موضوع مقالي راه نقدر نعتمد غير على الفهامه ديالي الحرب العالميه الاولى شنو هما الاحداث اللي وقعوا التواريخ اللي وقعوا هكا نقدر نقاد واحد الموضوع مزيان اعتمادا فقط على الفهامه ديالي قبل ما نبدا هذا الفيديو هذا
راه في التاريخ عندك 7 ديال الدروس وفي الجغرافيا عندك 8 ديال الدروس، ولكن عقل على هذه مزيان، الا اعتمدت على الفهامه وعلى الملخصات اللي غنعطيك غتخدم مزيان. كنأكد على الفهامه، الفهامه ديالك لانها غتسهل عليك الحفاظه. والحاجه الثانيه عقل عليها مزيان، نهار الامتحان الجاوي الا خانتني الحفاظه قال الفهامه تنفعني. وكي تيطينا التربيه الاسلاميه مزيان وفهمناها مزيان ولاو كيجيونا الامتحانات ساهلين، والفرنسيه تيطينا مزيان ولاو كيجيونا الامتحانات ساهلين، الجغرافيا حتى هي غنطيطي معكم مزيان بالملخصات ديالها وغيوليو يجيكم ان شاء الله الامتحانات الجاويه فيهم ساهلين. حنا غادي نبداو على مولانا مع الماده ديال التاريخ، وهذه الماده هذه غيخصني ندير لها واحد التقديم باش تعرف الدروس كي داير. التاريخ ماده راه الدروس ماشي عشوائيه المعطيه لكم، لا راه كاين علاقه بين الدروس، ولا فهمتي هذه العلاقه هذه غتجيك الحفاظه ديال الدروس ساهل. هذا راه اهم فيديو في هذه الفيديوهات كاملين، حيت من خلال هذا الفيديو غتعرف العلاقه ما بين الدروس في التاريخ. باش نستوعبوا الدروس ديال التاريخ كاملين والعلاقه اللي كتربطهم غنعتمدوا ان شاء الله على ورقه وستيلو كي ديما. نبداو على مولانا. إذا كما قلنا الجمعية 8 ديال الدروس في التاريخ و7 ديال الدروس في الجغرافيا. دوك 8 ديال الدروس في التاريخ عندهم أول درس هو التحولات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والفكرية خلال القرن 19، هذا الدرس رقم 1، وهذا الدرس رقم 1 من دوك 8 ديال الدروس هو اللي غيكون تمهيد لدوك 7 ديال الدروس اللي غيبقاو لنا. دوك 7 الدروس غينقسموا على حساب واش حنا في العالم الرأسمالي، وهنا كنقصد العالم الرأسمالي يعني أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ولا أنت خارج العالم الرأسمالي وهنا بالضبط كنهضروا على المغرب والعالم العربي، يعني هناك واحد العلاقة ما بين الدروس. وهذا الدرس رقم 1 عندكم في المقرر هو لا باس ديالكم، لأنه هو التحولات اللي غيطراو في أوروبا خلال القرن 19 هما اللي غيكونوا سبب في كاع دوك الدروس اللي غيبانوا لنا هنا. يعني التاريخ عندنا في بروميير بكالوريا راه ما كاينش دروس عشوائيه، راه درس عنده علاقه مع درس، خصوصا في الماده ديال التاريخ الدروس مرتبطين فيما بيناتهم، وهذا الدرس رقم 1 كنقولوا هو الساس ديالنا. اذا هاد التحولات الاقتصاديه والماليه والاجتماعيه والفكريه خلال القرن 19 يكون عندنا انعكاسات على العالم الرأسمالي. دوك التحولات اللي غادي تبان ودوك التغيرات اللي غيبانوا في الاقتصاد وفي المال وفي الاجتماع والفكر غيؤديوا لايش؟ غيؤديوا لواحد التحولات على العالم الرأسمالي. في العالم الرأسمالي غيتمثلوا في ثلاثه ديال الدروس اللي غيوليونا. الدرس الاولاني انه هاد التحولات اللي غيؤديوا الى ازدهار اوروبا اقتصاديا وماليا واجتماعيا وفكريا، مما يؤدي الى الدرس رقم الموالي اللي هو التنافس الامبريالي بين هذه الدول وانديلاع الحرب العالميه الاولى. كنعرفوا انه التنافس الامبريالي كما قرينا في الكوليج غيؤدي انديلاع الحرب العالميه الاولى، وهذه الحرب العالميه الاولى غتاخذنا الدرس الثاني اللي هو اوروبا من نهايه الحرب العالميه الاولى الى ازمه 1929. وبين سوغ الحرب العالميه الاولى مع ازمه 1929 يقودنا الدرس رقم 3 اللي هو الحرب العالميه الثانيه. نكتبوا هذا الشيء باش نبداو نشرحوه مزيان. اذا كنا حنا قلنا التحولات الاقتصاديه والماليه والاجتماعيه والفكريه، دوك التطورات اللي غيبانوا في اوروبا غيؤديو انه الدول الاوروبيه غتقود لواحد التنافس اللي هو الدرس الموالي. دابا عندنا الدرس رقم 1 هو هذا، وعندنا الدرس الثاني هو هذا، التحولات غتؤدي لواحد التنافس اللي غيؤدي للحرب العالميه الاولى. وهذه الحرب العالميه الاولى غادي نقراو الدرس الموالي اللي هو الدرس رقم 3 اللي هو اوروبا من نهايه الحرب العالميه الاولى الى ازمه 1929. بين سوغ الحرب العالميه الاولى من وراها غيبان ما يسمى بازمه 1929، وهذه الحرب العالميه الاولى مع ازمه 1929 غيكون السبب في الدرس رقم 4 اللي هو الحرب العالميه الثانيه. كما كتلاحظ الدروس عندهم علاقه مع بعضياتها، درس كيؤدي لدرس، وهذا الشيء هذا كامل كما كنقولوا كندويو داخل العالم الرأسمالي. وبيان سيغ هنا غيبان لنا دروس اخرى اللي هما خارج العالم الرأسمالي اللي هما دروس الدوره الثانيه، واللي كل ما قلنا غنركزوا فيهم اكثر على المغرب وعلى العالم العربي بصفه عامه. فخارج العالم الرأسمالي هاد الحروب هذه كلها غيكون عندنا انعكاسات على خارج العالم الرأسمالي. هنا غيكون الضغوط، الدرس الموالي هو الدرس رقم 5، غيكون الضغوطات الاستعماريه على المغرب ومحاولات الاصلاح، وهاد الضغوطات الاستعماريه غتؤدي الى فرض نظام الحمايه كما كنعرفوا في الدرس رقم 6 على المغرب من طرف فرنسا، ومن وراء فرض الحمايه على المغرب غيبان الدرس رقم 7 اللي هو نضال المغرب من اجل الاستقلال، واخيرا غيكون عندنا الدرس رقم 8 اللي هو اليقظه الفكريه. فهاد الحروب او هاد التنافس اللي غيتم على دول العالم العربي غيؤدي الى ما يسمى باليقظه الفكريه بالمشرق العربي. اذا كتبوا هاد الدروس هادو. إذا كما قلنا التحولات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والفكرية خلال القرن 19 غيكون عندها أيضا انعكاسات خارج العالم الرأسمالي، وذلك تزداد فاش الضغوطات الاستعمارية على المغرب ومحاولات الإصلاح، يعني غيوليو بعض الدول كيمارسوا بعض الضغوطات الاستعمارية على المغرب اللي هما إسبانيا وفرنسا، وهذا الشيء هذا كامل غيؤدي إلى نظام الحماية على المغرب الذي سيفرض على من طرف فرنسا على المغرب والاستغلال الاستعماري. لهذا هو الدرس رقم 5، وهذا غيكون إن شاء الله الدرس رقم 6، والدرس رقم 7 اللي عندنا اللي هو نضال المغرب من أجل تحقيق الاستقلال واستكمال الوحدة. بعد فرض الحماية المغرب غيمر إلى مرحلة النضال من أجل الحصول على الاستقلال مره اخرى. واخيرا هاد الضغوطات بيان سيغ والتنافس الامبريالي على دول شمال افريقيا ودول العالم العربي غيؤدي الى ما يسمى باليقظه الفكريه بالمشرق العربي اللي هو الدرس رقم 8. كما كتلاحظ معايا فان الدروس ماشي معطيه لكم طريقه عشوائيه، انما الدروس عندهم علاقه مع بعضياتهم. الا فهمتي هاد العلاقه غتجيك الحفاظه ديالهم سهله وغتبقى عاقل على الدروس ديالك بطريقه سهله. اذا كما قلنا الدرس رقم 1 في المقرر التحولات الاقتصاديه والماليه والاجتماعيه والفكريه خلال القرن 19 يكون عندنا انعكاسات على العالم الرأسمالي وخارج العالم الرأسمالي. فعلى العالم الرأسمالي غيؤدي هذا الى التنافس الامبريالي
اندلاع الحرب العالميه الاولى، وايضا هذا اندلاع الحرب العالميه الاولى غيمر موراه الى ازمه 1929، والحرب العالميه الاولى مع ازمه 1929 غيكونوا كلاهما سببا في الحرب العالميه الثانيه. واخيرا خارج العالم الراسمالي غيتمثل في المغرب وفي العالم العربي. ففي المغرب غيبدا باش بالضغوطات الاستعماريه للمغرب اللي هما اسبانيا وفرنسا وبعض الدول اللي غتمارس بعض الضغوطات على المغرب، وموراها غيتم فرض الحمايه على المغرب من طرف فرنسا. واخيرا المغرب مور ما غتفرض عليه حمايه غيناضل من اجل الحصول على الاستقلال واستكمال الوحده الترابيه. وفي الاخير هاد الضغوطات الاستعماريه على شمال افريقيا بصفه عامه وعلى المغرب خصوصا غتؤدي الى اليقظه الفكريه بين المشرق العربي. وهادشي اللي كاين عندنا بالنسبه للدروس ديال التاريخ ديال كيما كتلاحظ كنقول لك ديما راه ما كاينش شي حاجه عشوائيه، الدروس راه عندهم علاقه تكامل بيناتهم. ملي كتفهم هاد العلاقه هادي غتجيك ان شاء الله الفهامه ديالهم سهله وغتجيك ان شاء الله الحفاظه ديالهم. بيسي كل درس من هاد الدروس الثمانيه غنشدوه بوحدو غنشرحوه مزيان غنديطايوه مزيان غنكتبو ليه الملخص ديالو، وبيان سور كيما وعدتكم غيكون كل درس عندكم على شكل اوديو باش تقدر انك تصنت ليه نسهل عليكم الحفاظه ديك الساعه. اذا كيما لاحظتوا كاين هناك واحد العلاقه كتجمع ما بين الدروس اللي غتخلي الحفاظه ان شاء الله سهله جدا. ولكن ما تنساش الاجتماعيات ماده ادبيه، الحفاظه فيها واحد العنصر مهم، نسبه كبيره من الاجتماعيات كتعتمد على الحفاظه. يعني ما تكونش داك النوع ديال التلاميذ اللي كيبقى يضحك على راسو، كيضحك على راسو كيبقى يقول انا غنمشي غفاهم الاجتماعيات. الاجتماعيات ماده ادبيه راه فيها الفهمه، انا معاك راه ملي غتكون فاهم الدروس غيجيوك ساهلين في الحفاظه. كيما شتي دابا ملي فهمت العلاقه بين الدروس غتجيني ساهله انني نحفظهم. وليني علاش كضحك على راسك؟ هي راه فيها الحفاظه، اعتمدت شويه على الحفاظه، ولكن ما تعتمدش على الحفاظه بنسبه كبيره وما تعتمدش على الفهمه بنسبه كبيره. خاصك تمجز بيناتهم، فهم الحاجه وعاد حفظها. الا خانتني الحفاظه نهار الامتحان نلقى الفهمه اللي تعاوني ان شاء الله. وخصوصا المهارات في الاجتماعيات، المهاره ديال التعامل مع المبيانات والخرائط هذه مهاره مهمه جدا غادي طايوها ان شاء الله جايه. مفاجاه قلت نخليها حتى لخر الفيديو الناس اللي غيكملوا الفيديو حتى لهنا. انا كنعرف بانه بعض التلاميذ كيلقاو صعوبه في الحفاظ، داكشي علاش كل درس بعد ما غادي نشرحوه مزيان وغنكتبوا ليه ملخص غتلقاو في لا ديسكريبسيون على شكل اوديو باش تصنت ليه وكا غتسهل عليك الحفاظه بزاف. الاوديوات غتلقاهم في لا ديسكريبسيون، غتلقاهم في الموقع ديال dris.com.com باش تسهل عليك الحفاظه، وايضا غتستعمل حاسه الاذن ديالك اكثر اللي غتخليك انك تحفظ الدروس. طلب واحد غنطلبوا منك، وما تردوش في وجه خوك وما ترديش في وجه خوك. خوي التليفون ديالك من كلشي، ضروري تخوي التليفون ديالك من كلشي. تخيل معايا، تخيل معايا وعطيني عقلك. غادي انا في الشارع ودخلت لي شوا ديال التليفون، كنلقى موسيقى وكنلقى درس، راه غيقدر يغلبني الشيطان وندخل انا نتصنت الموسيقى. حاول انت تحيد دوك المغريات. كذلك التلاميذ اللي كيبغي يحفظ وشاد التليفون في يده هنايا، راه مستحيل غتحفظ، راه الدماغ ديالك خدام، النص ديال الدماغ ديالك قسمتي الى جوج، شي مركز مع التليفون وشي مركز مع الحفاظه. ملي نبغي نحفظ غنجلس في شي بيت والتليفون حيدو من حدايا. كذلك الاوديات بليز على وجهي، خوي التليفون ديالك من كل شيء، خلي فيه غا الدروس، غا الدروس يبقاو فيه تما كاين على شكل اوديو. عقل على هادي مزيان، راه ما مشي عليك الحال حتى نهار تكون جالس في الطابله في الامتحان الجاوي. مادام باقي ما جلستش في الطابله في الامتحان الجاوي باقي عندي الوقت فين بريبار، شحال ما كان باقي، باقى سيمانه نهار، شحال ما كان باقي لك، باقي عندك الوقت فين تبريباري. غايه كنوصيك ديما، المقاتله 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 راه هي اللي كتصنع الفرق بين التلاميذ. ديما تنقولها لك، ما عمري قلت لك في شي فيديو سير تحفظ ولا سير تخدم، تنقول لك سير تقاتل. ما تقاتل لا على ودي لا على ودك، تقاتل على وجه الوالده ديالك، راه كتسناك انك تحقق شي حاجه في الحياه ديالك وراها عواله عليك. كنقول لكم ديما حنا دي جون بيناتنا، امك راه ما غاداش تجي عندك وتقول لك اولدي انا راني عواله عليك، ولكن راها عواله عليك انك تحقق شي حاجه في الحياه ديالك. ولا كتحلم بشي حاجه من صغرك من صغرك ومآمن بها، ما تخليهاش حلم، ردها حقيقه. هادشي كان بالنسبه لهذا الفيديو، الله يسهل عليكم يا ربي ويوفقكم في الدراسه ديالكم، تفرحوا ولدكم شي قطعتكم مزيانه، مرحبا بالانتقادات ديالكم الافكار ديالكم التساؤلات ديالكم. ليان ديال الانستغرام ديالي غتلقاو تحت في لا ديسكريبسيون، لا عندك اي سؤال تواصل معايا تما كاينه راه غادي نجاوبك عليه. كان معكم دريس دوت كوم، ما تنساش خليك ايجابي. بون كوراج ا توس.